السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بهذا الفيديو راح نستعرض المحاضرة الثانية، واللي هي متعلقة بالدايود كوفلنس سيركت. الجزء الأول من المحاضرة، والجزء الثاني من المحاضرة حيكون اللود لاين أناليسز لدوائر دايود البسيطة. بالبداية راح نناقش في بداية الشق الأول من المحاضرة، راح ناخذ الدايود كوفلنس سيركت واللي هي الدوائر المكافئة للدايود. بالبداية خلينا نناقش ما هو المقصود بالدائرة المكافئة أو الإكوفالنت سيركت. الدائرة المكافئة هي استبدال جزء معين، أو هنا في حالتنا هنا الدايود، ببعض العناصر الكهربائية البسيطة، بحيث هذه العناصر اللي اختارتها اختارها بحيث التصرف الفعلي للسيستم او للنظام الكلي ما راح يتغير، وبالنتيجة حصل دائرة تكون ابسط بالتحليل من وجود الدايود، وتكون ابسط في ايجاد متغيرات الدائرة مثل التيار والفولتية في اي مكان من الدائرة. هناك مجموعة من طرق او ثلاث طرق لتمثيل الدايود او استبدال الدايود بدائره مكافئه. الطريقه الاولى اللي هي تسمى بيس وايز لينير ايكوفالنس سيركت، هاي الطريقه احنا عندنا تم كالآتي. خواص الدايود حيقسموها الى قسمين. احنا نعرف ان الدايود بريفيرس بايس ما راح يوصل تيار، يعني اذا رسمنا خواص الدايود كيف شكل تقريبي، هنا هذا التيار وهنا الفولتية، بريفيرس بايس راح يكون تيار تقريبا زيرو، وبعدين يوصل الى فولتية معينة وبعدين يرجع يصعد بشكل طردي. الطريقة انه احاول اقرب الدائرة بمجموعة خطوط. الخط الاول اللي هو يمثل صفر، هذا الخط الافقي، والخط الثاني يكون ملامس الخط الصعود. بهاي الطريقة خلال هاي الفترة، هاي الفولتية هنا تكون تسمى VK، بالنسبة للسيليكون حتكون 0.7، وبالنسبة للجرمانيوم حتكون 0.3. حسب الأمثلة دائما حنطرق، حيكون أمثلتنا دائما نستعمل السيليكون، فهي حتكون دائما 0.7 الا اذا كان مذكور في المثال غير ذلك. فالطريقه انه انا عندي خط مستقيم، خطين مستقيمين على مود تمثيل دائره مكافئه للدايود. هنا انا كهربائيا او كالكترونيا شلون حيتم تمثيل هذه الدائره؟ يعني انا عندي هذا الدايود دائرة مكافئة، انه اني لما اجد هذا الدايود داخل سيركت او داخل دائرة معينة، هذا التمثيل او الدائرة المكافئة تسمح لي انه اشلع الدايود من الدائرة واحط الدائرة المكافئة له. فانا الدائرة المكافئة اقدر امثلها انه مصدر فولتية مقداره VK، وهذا الخط، هذا الخط حيكون إلى ميل معين، هذا الميل أقدر أمثله بمقاومة أسميها R Average. طريقة حساب مقاومة الـ R Average بسيطة، مجرد إنه أجي أشوف نقطة تشغيل الدايود اللي عندي، فمثلا إذا كان 10 ملي أمبير وقيمة الفولتية، لنفرض إنه هاي الفولتية هنا بهاي النقطة هي 0.8، فأقدر أقول الـ R average شي يساوي 0.8 minus 0.7 اللي هي هاي النقطة،
يعني هو الميل يمثل الواي مال هاي النقطة على اليمن على الاكس مال هاي النقطة، او التغير بالفولت يعني التغير في التيار. هو الار تغير بالفولتية، خلينا نكتبها بشكل اوضح، على التغير بالتيار. التغير بالفولتية من هاي النقطة الى هاي النقطة في 0.8 ماينس 0.7، نجي نكتبها في 0.8 ماينس 0.7. تغير التيار مين؟ تغير التيار، التيار كان هنا شقد بهاي النقطة، بهاي النقطة كان شقد 0، وبهاي النقطة كان شقد مثلا 10 ملي امبير. فاقدر اقول 10 ماينس 0، طبعا هنا أنا بالملي امبير، وبالنتيجة راح تطلع 0.1 على 10 ملي، واللي راح تطلع 10 اوم. هذا كمثال بسيط شلون حساب المقاومة. كذلك ممكن حسابها اذا كانت هاي الطريقة لحساب المقاومة اخذناها بالمحاضرة السابقة، اللي هي شلون نقدر نحسب مقاومة الدايود. واخذنا كذلك طريقة ثانية اذا كانت اذا كنت ما يعني ما تحب تستخدم هاي الطريقة، ممكن استخدام الار اللي هي تساوي مقاومة الدايود اللي هي سميناها يمن ار افريج سميناها ار افريج، واللي هي كانت تصور 26 ملي امبير على يمن على اي دي تيار المار بالدايود. فبكلتا الحالتين تقدر تستخدم طريقتين لإيجاد المقاومة المكافئة للدايود. هاي الطريقة الأولى لتمثيل الدايود داخل دوائر كهربائية. الطريقة الثانية اللي هي تكون أبسط من هذه، اللي هي شلون الطريقة الثانية اللي هي سحولة simplified equivalent circuit. اللي هي المبسطة، المبسطة دائرة الدايود المكافئة المبسطة. هذه راح يتم، خلنا نرجع نرسم خواص الدايود نكون أوضح. احنا عندنا هذا قيمة الدايود بالريفيرس راح يكون تقريبا صفر إلى أن يوصل قيمة معينة ويرجع يكون التغير طردي باتجاه من يوصل إلى قيمة معينة اللي هي قلنا هذه تقريبا 0.7 فولت للسيليكون. الطريقة تقول إنه في بعض الدوائر، إذا تذكرون هسه قبل الملاحظة كان عندنا دائرة الدايود، قبل بالطريقة الأولى قلنا إن دائرة الدايود أمثلها مصدر فولتية ومقاومة، هاي المقاومة سميناها R average، وهاي المقاومة اللي هي تمثل مقاومة الدايود لما الدايود في حالة الفورورد بايس في حالة التوصيل. وإذا تذكرون في جميع الأمثلة وفي جميع التحليلات اللي أخذناها بالفصل الأول أو حاليا بالإلكترونيك، هاي قيمة المقاومة تكون قليلة. فإذا كانت قيمة هاي المقاومة المكافأة الـ R average قليلة مقارنة بالمقاومة الموجودة في جميع في دوائر في الدائرة الإلكترونية المستخدم بها الدايود، ممكن أعتبر هاي المقاومة صفر، أقدر أعتبر هاي المقاومة صفر، وبالنتيجة الشحن يكون تأثيرها حيكون وكأنما عندي فقط فولتية موجودة بال ريفيرس بايس. هنا هذا V K، وبالنتيجة هذا الخواص حمثلها بشنو؟ راح تكون 0 هنا، وبعدين راح تكون من 0.7 مقاومة تكون 0، حيكون الخطأ حيكون عمودي بهاي الحالة، خطأ حيكون عمودي. هذا في حالة انه شنو؟ انه
مقاومة الأفريج للدايود أو المقاومة الداخلية للدايود أثناء الفورورد تكون قليلة بالمقارنة بالمقاومات الموجودة داخل الدائرة، واللي هذا تقريبا شيء موجود في غالبية الدوائر الإلكترونية. بالأخير أكو عفوا الدائرة الأخيرة لتمثيل الدايود اللي هي الـ Ideal Equivalent Circuit، الـ Ideal Equivalent Circuit اللي هي فرضون الدايود Ideal، Ideal إنه يوصل يعني يكون بالفورورد بايس بدون أي مقاومة بدون أي فولتية، يعني توصل عندما تكون فولتية زيرو مطبقة عليه، أي فولتية أكبر من زيرو بالفورورد يوصل، وأي فولتية أكبر من زيرو بالنيجاتيف أو بالسالب راح يفصل، وبالنتيجة حيكون عندي الدايود خواص مالته حتكون بالشكل هنا، قيمة التيار المار صفر عندما الفولتية تكون نيجاتيف، وعندما يكون بوزيتيف حيكون قيمة التيار اللي وصله هو حسب الدائرة، ممكن يوصل أي تيار حسب مقاومات الدائرة بس لازم يكون بالفورورد، وقيمة الخسارة يعني قيمة الفي كي هنا الموجودة هم حتكون زيرو، وبالنتيجة أوصل إلى دايود يصلحوا له ايديال دايود اللي هو بالفورورد بايس راح يوصل، وبالريفرس بايس راح يعزل ما يوصل. بالمناسبة بس ملاحظة بالنسبة للكوفلنت سيركت، أنا أجلت هذا إلى أن نأخذ الدايود الايديال دايود، فالبيس لينير بيس وايز لينير كوفلنت سيركت حتكون دائرة مكافئة بهالشكل كما يكون بالفورورد، بس لما يكون بالريفرس لازم شو يكون؟ لازم يكون اوبن سيركت، يتوفر يكون اوبن سيركت او دائره مفتوحه، لان يعني التيار المار في حاله الريفرس بايس راح يكون زيرو، فاقدر اضيف على مود يكمل تمثيل الدايود ب تمثيل الدائره المكافئه للدايود بشكل 100%، اقدر اضيف هنا element وهذا الدايود هو يكون ايديال دايود، ايديال دايود. هذا فائدة الايديال دايود انه بالفورورد ما هيأثر، بالفورورد التيار راح يمر هالاتجاه ما راح يأثر عدي، لانه حيكون هذا في حالة توصيل، ولكن في حالة الريفرس بايس هاي الدائرة كذلك راح تشتغل بدون وجود الايديال دايود. فانا امثل الدايود بصورة تامة لازم اضيف ايديال دايود للدائرة لاكمال عملية تمثيل الدايود سيركت. نفس المبدأ بالنسبة للحالة الثانية اللي هي هاي، لازم هم اضيف دايود، وهذا الدايود كذلك لازم يكون ايديال دايود، لازم يكون ايديال دايود، والايديال دايود ما يحتاج تمثيل اي شيء لانه مقاومة الصفر، والفولتية اللي تحتاج على مود انقله من للتوصيلية هم حتكون زيرو بهالحالة. هذا الجزء الاول من المحاضرة. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هي راح يناقش ب دائرة بسيطة للدايود واللي يسموها اللود لاين اناليسيس، اللود لاين اللي هو الحمل الخطي او بهالشكل الحمل الخطي للدائرة. فاللود لاين اناليسيس اللي هي تحليل دائرة باستخدام خط الحمل، باستخدام خط الحمل. للتوضيح خلنا ناخذ هذا المثال البسيط اللي هو دائرة بسيطة مكونة من مصدر وهناك دايود، وهذا الدايود مربوطة بمقاومة، قيمة هاي الفولتية سميها اي،
تيار المار خلال الدايود هو اي دي اللي هو فولتيات الدايود، تيار الدايود المار بالدايود، فولتيات الدايود طبعا هاي زائد الناقص هنا بهالشكل البولاريتي مالته. بالنسبة للدايود هذا في دي، الفولتيات فولتج دروب او فولتج ديفرنس فرق الفولتيات بالدايود، وهنا كذلك مقاومة ار وفرق الجهد عليها هي في ار. الان اذا اريد استعمل كيرشوف فولتج لو على المود اوجد التيار. كيرشوف فولتج لو شي نص يقول لازم مجموع التيارات او مجموع الفولتيات خلال اي لوب مغلق، يعني اذا بديت من هاي النقطة ومشيت بهالشكل ورجعت على نفس الى نفس هاي النقطة، لازم مجموع الفولتيات لازم يكون صفر، ولازم تعير انتباه لل اقطاب الفولتيات. فاني اذا اني حمر بهالاتجاه حمشي على حسب اتجاه السهم. اذا كان الفولتية اللي دا ادخل عليها تبدا من النيجاتيف وانتهي بالبوزيتيف بهالشكل، هذا حسويها زائد، واي فولتية ادخل لها بالبوزيتيف واطلع من عندها بالنيجاتيف حسويها ناقص. يعني اذا اريد اكتب المعادلات ابدا من هاي النقطة، اول فولتية دخلت بها من النيجاتيف رجعت بالبوزيتيف حكتبها اي، موجبة حكتبها. ثاني فولتية اللي هي فولتية الدايود دخلت لها من البوزيتيف وطلعت من النيجاتيف، لازم اسويها شنو؟ ناقص في دي. فولتية الفولتية الثالثة هم حدخل لها بالبوزيتيف واطلع من النيجاتيف، فلازم تكون ناقصا في ار. لازم شي يساوي؟ يساوي صفر. مجموع الفولتيات لازم يكون صفر. ومن عندها اقدر اقول كذلك الفي ار هي شو تساوي؟ هي تساوي اي دي في ار، اي دي في ار. الاي دي هي منو؟ الاي دي هو التيار المار، باعتبار التيار هنا سيريس فيمر، التيار اللي يمر بالدايود هو نفس التيار اللي يمر بالمقاومه، ففرق الجهد في ار يساوي اي دي في الفي ار. بالتعويض هنا حيطلع لنا الاي ماينس في دي ناقص اي دي في ار يساوي صفر. اني بهاي الدائره شو احتاج؟ احتاج اوجد التيار والفولتيه، تيار مهم الاي دي، وكذلك الفولتيه الفي دي اللي موجودة على طرفي الدايود. هذن هنا المجاهيل اللي عندي. ارجع اكتب هاي المعادلة. الاي شي يساوي؟ هو في دي زائد اي دي في ار. هاي معادلة خطية. الاي هنا هو مصدر الفولتية اللي يعتبر ثابت واللي هو معطى، المفروض يكون معطى باعتبار المصدر هو المجهز. الار قيمة المقاومة كذلك يجب ان تكون ثابتة، لان قيمة المقاومة نحن نفرضها انها ثابتة ما تتغير بتغير ال يعني دائما ثابتة للنظام اللي نجي نشتغل عليه. هنا المتغيرات اللي عندي اللي هي الفولتية الفي ار، العفو الفي دي فولتية الدايود، والاي دي اللي هي فولتية التيار المار خلال الدايود اللي هو نفس التيار المار بالدائرة كلها باعتبار احنا عنده دائرة سيريز، دائرة توالي. فالآن إذا أجي هاي أول معادلة، هنا أنا عندي مشكلة، أنا أريد أحسب الفي دي وأريد أحسب الآي دي اللي هو العلاقة بين التيار والفولتية مال الدايود. يعني هنا أنا عندي معادلة واحدة بمجهولين، مجهول واحد مجهول اثنين، حلها غير ممكن لأنه حيكون ما لا نهاية من الحلول، فلازم أوجد معادلة ثانية ممكن أربطها ويا المعادلة وعن طريقها ممكن الحل وإيجاد قيمة الـ VD والـ ID. بما أنه أنا دا أشتغل هنا الـ VD هي فولتية الدايود والـ ID اللي هي تيار الدايود، أقدر شو أستعمل؟ أقدر أستعمل خواص الدايود اللي عندي على مود
أوجد بها ال كمعادلة ثانية. وطبعا أنا حستعمل الرسم لأنه يكون أسهل. فإذا رسمت خواص الدايود، خلينا نرسمها باللون الأحمر، هذا خواص الدايود توصل إلى فولتية معينة وبعدين ترجع للصعود. هذا يمثل هذا فولتية الدايود، هذا يمثل الـ VD، وهذا يمثل الـ ID للدايود. هسه الآن هذا خواص الدايود. هسه احنا نجي ما هو اللود لاين. اللود لاين اللي هو المستقيم اللي احصله اذا رسمت هذا الخط داخل هذا الرسم. اذا تشوفون هذا هي معادلة خطية تربط الـ ID ويا الـ VD، ID ويا الـ VD، ذني الـ E والـ R هنا معلومات أرقام ثوابت. الـ ID والـ VD هنا الاثنين فقط المتغيرات. فإذا رسمتهن الـ ID والـ VD ويا خواص الدايود، هذا حصل من عندها خط مستقيم. خلينا نرسمها، نسقطها على هذا الرسم هنا، على هذا الرسم. خلينا نرسم هاي المعادلة على هذا الرسم، وهاي المعادلة كذلك مثل ما قلت هي خطية. عملية رسم المعادلة بسيطة. أول شيء احتفظ أنه لرسم خط مستقيم احتاج نقطتين، والأبسط أنه أقول فور عندما الفيدي تساوي صفر، عندما الفيدي يساوي صفر اللي هو هذا الفيدي يساوي صفر، وكأنما عندما أشتغل على هذا الأكسس أريد أطلع الارتفاع اللي ارتفعه يمن الفيدي صفر، شا يكون يمن الفيدي يساوي صفر. هنا نعوض هاي الفيديو يساوي صفر بالمعادلة الأولى، راح يطلع الـ E شي يساوي هو ID في R، واللي من عندها أقدر أقول الـ ID شي يساوي هو E مقسومة على R. لنفرض أن قيمة الـ E والـ R قلنا معلومة، فهحط هنا نقطة معينة، لنفرض أن هاي النقطة اللي هي تمثل الـ E مقسوم على R. بنفس الطريقة إذا سويت الـ ID صفر، إذا سويت الـ ID صفر إيش حيكون؟ إذا سويت عوضنا الـ ID صفر في المعادلة هذه معادلة خطية، يمن الـ ID صفر الـ I في الـ R هذا صفر، ومن عدا الـ VD تساوي E، فالآن لما تطلع لي نقطة هذا يساويها E. خلي هذا الـ VD وأجي أرسم المستقيم الواصل بين هذين النقطتين. هذا المستقيم المرسوم هذا صح ولا اللود لاين؟ اللود لاين اول شيء هو مستقيم، وثاني شيء قيمته المستقيم هذا تعتمد على اللود اللي هو الار هنا، أنا باعتبار الار هي تمثل اللود. الان اذا عندك معادلتين، معادلة الاولى اللي هي خواص الدايود، والمعادلة الثانية اللي هي اللود لاين، مجموعة الحل للمعادلتين إذا تريد حلها معادلات آنية اثنين، هو لازم يكون شنو؟ لازم يكون نقطة التقاطع بين ذني المنحنين. فنقطة التقاطع اللي هي هاي، واللي هي من عندها أقدر أقول هذا يمثل الـ ID، ID Q اللي هي منطقة تشغيل للدايود، والفولتية أسقطها هنا، هذا حمثل VD Q أو نقطة التشغيل للدايود، واللي هو هذا يمثل اللود لاين. يعني هنا نقدر تحليل عن طريق اللود لاين اناليسس. اوكي هسه الان خلينا ناخذ مثال على حل دائرة دايود بسيطة باستخدام اللود لاين. سنانا المثال، في هذا المثال احنا عندنا دايود ودائرة مربوطة، والمفروض نوجد الـ ID والـ VD، قيمة الـ ID Q والـ VD Q. عندنا مصدر فولتية، هنا دائرة مربوطة بالتوالي، مصدر فولتية واللي هو مقداره 10 فولت، عندنا دايود سيليكون نوع سيليكون، وعندنا كذلك هنا مقاومة اللي هي 0.5 كيلو اوم،
مربوطة، وبالنتيجة لازم نوجد الحل باستخدام اللود لاين اناليسيز والخواص الدايود اللي موجودة بهذا الشكل. الطريقة انه لازم بالبداية ارسم اللود لاين. انا عندي الاي مفروض شو يساوي؟ هو في دي بلس اي دي في ار، والار هنا 0.5. نجي نرسم نطلع نقطتين تقاطع، احنا نجي نقول فور اي دي صفر في دي يساوي الاي، واللي هو يعني الفي دي يساوي 10 فولت. ونيجي فور في دي صفر الاي دي شو هتكون؟ هتكون اي على ار، يعني الاي دي راح تكون 10 فولت على ار اللي هي 500 اوم. واللي هتكون 20 ملي امبير، هتكون 20 ملي امبير. يعني وكأنما اللود لاين مالتي حيبدي خلال هاي النقطة، بس لازم يكون قيمة الفولتية لازم تروح إلى أبعد من ذلك للعشرة. فخلي نشوف الحل اللي موجود عندنا. هذا هو الرسم اللي حنحصله. اولا اذا تلاحظون هذه قيمة الفولتين، قيمة التيار الاي دي اللي هي اي على ار اللي طلعت لي 20 ملي امبير، لان هذا الاكسس هو بالملي امبير، فهذا حتكون 20. والثانية هاي النقطة راح تمثل هي 10 فولت. فاذا قاطعنا الخواص الدايود ويا هذا اللود لاين راح تطلع لنا هاي الكيو بوينت اللي هي نقطة التشغيل بتسقيطها على الكرنت اكسس محور التيار، راح يطلع لنا الاي دي كيو 18 ملي امبير، وبتسقيطها على فولتير محور الفولتير راح تطلع لنا الفي كيو راح يطلع لنا 0.78. فمن عندها نقدر نستنتج انه اي دي كيو راح تكون 18.5 ملي امبير، والفي دي كيو راح تكون 0.78 فولت. بالنهاية ما عندي اي الآن أعتقد ننهي المحاضرة بهذا المثال. وبالمحاضرة ناقشنا اليوم بهذه المحاضرة توضيح بالمحاضرة بهذه المحاضرة ناقشنا أولا كيفية تمثيل الدايود بدوائر مكافئة له، واللي هو عادة احنا هنستخدم الدوائر المكافئة مستقبلا في تحليل الدوائر الدايود. وبعد ذلك ناقشنا اللود لاين اناليسيز، واللي هي عن طريقه ممكن نعرف فولتية الدايود وتيار الدايود باستخدام لود لاين خط الحمل والخواص الدايود او الدايود كاركترستكس لايجاد نقطة التشغيل للدايود اللي هي نقطة التشغيل تمثل الفولتية المسلطة عليه أو فولتية الدايود والتيار اللي مر من خلاله. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، وشكرا لحسن الإصغاء. في أمان الله.